يو، السلام عليكم كل، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على الدفوارات في تونس. اهلا راقي، حضرت في بريد ريفيزيون هكا تو هذا وجه تاع تحضير. اهلا راقي، حضرت بريد ريفيزيون مي بيان سور، حضرت التاريخ والجغرافيا والاسلاميه. Let's go. I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, get away, get away, better know that I don't and I won't ever stop cuz you know I gotta win every day. والمدني. كيف تبدا تعدي في الدفوار، تبدا ماكش محضر شيء، تبدا تلوج على التنقيلة بلوش لين تأي بعد تخطر لك فكرة باش تجبد تفسكي بالتليفون. وقتها البروف ربي يهديه والله، وقتها البروف يجي ويتمسمر وراك طلع عمل عليك بالعان. ايه اش تعمل غادي، كل واحد يتلا في ورقته، كل واحد يتلا في ورقته. شنو هو توا؟ يصير بسوق برشا هكا؟ علاه متقلق؟ ليه؟ خاطر ما نجمش نركز هكا. نجمش تركز؟ شنو الحديث هذا؟ اللي محضر دروس ويركز في كل الأوقات. والله هيك هيك علمني وين نقعد يعني. من غادي كافي ورقتك انت. مازال 5 دقايق ولم الأوراق هاي. اهلا راقي، شعملت في الدفوار؟ يوديش بيك راني مهف، تعرف جبت هيلو صحلي وبح، جبت له اللي قررنا الكل، زيد جبت له حاجات من عندك، ماك تعرف ثقافتي قوية برك، يا ولدي المرة هذه دفوار في المكتوب، والله صح عليك سلكتها، أنا عوجتني الفقر. والله هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، قالوا لايك وبارتاج، أبوني فو قريب نوصلوا 300 أبوني، تابعونا على الانستغرام، إن شاء الله ربي يعاوننا وينجحنا الناس الكل، لهنا مقعد كنقول لكم كان تشاو تشاو إلى لا بروشين.